اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. اكله ام النهارده الاكل الصحي، ويومنا النهارده مع الاكل الصحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، ودايما نقول الوقايه خير من العلاج. النهارده حبيت اعمل اكله دسمه زي التندوري، كلنا عارفينه بيتعمل بالفراخ، يتعمل باللحمه، يتعمل بالسمك، له تفاصيل كتيره قوي، لان بيرجع اصول الاكله للمطبخ الهندي. بتعمل بالزبادي، بتشكيله من التوابل، المساله، المساله دي على فكره مش نوع شجره ولا نوع توابل، هي تركيبه توابل في بعضها فاخدت لقب المساله. زي التوابل المشكله عندنا يقول لك 7 بهارات عشان نبقوا عارفين القصه ماشيه ازاي. فانا حابب اعملها النهارده بطريقه صحيه، ونشوف هنعملها ازاي. نشيل جلده الفرخه والدهون اللي موجوده فيها، ونتبلها بزبادي قليل الدسامه، يعني موجود في اي سوبر ماركت مع التوابل بتاعتنا، اعتقد كده بنسبه تقريبا 60-70% هي صحيه. معانا طبعا عدل التندوري رز بسمتي هيتعمل بالزعفران، هنشوف نعمله مع بعض ازاي، لان الرز والبطاطس دايما متهمين وفي قفص الاتهام بان هم بيزودوا الوزن. على فكره الرز ممكن اسلقه بعد ما استوى، اصفي ميته واخد احط له التوابل، وكده اتخلصت من النشويات بتاعته اللي ممكن تزود الوزن. ولكن العصير بتاعي النهارده بهديه لطلبه الثانويه العامه اللي ربنا يوفقهم طبعا، الناجح يرفع ايده ويشرب من عصير الشيف المغازي اللي هو عصير البسكويت بالشوكولا مع العسل والزبادي، ويجعل ايامكم كلها عسل يا رب، والايام اللي جايه باذن الله. هنعمله النهارده بطريقه صحيه، ونشوف ازاي نقدمه لاطفالنا الحلوين وبالف هنا وشفا. مش عايز اطول حضراتكم لان في تفاصيل كتير ومعلومه غير معلومه، والتندوري له تفاصيله عشان يطلع بالشكل الاصيل. فهنطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل اوعوا تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عايزين نعمل شويه رز بالزعفران، بنروح على بعض المطاعم اللي بتعمل فاست فود بنلاقي له رز اصفر ولادنا بيحبوه. فتعالي مع بعض النهارده نعمل رز بالزعفران بطريقه صح، وننتهز الفرصه طالما اولادنا بيحبوه واحنا بنحبه، نغذيه، نجود عليه، نديله طعم. رز بسمتي، ومعانا بصله ناعمه، ومعانا التوابل اللي هو الزعفران، وشويه بهارات من الحبهان والقرنفل والورق الرورو، ومعانا الشوربه اللي بتغلى على النار اللي فيها عظم الفراخ، ومعاها بوكيه جرنين من الجزر والكرفس والبصل. حلو قوي. شويه زيت على النار بالشكل ده كده، وننزل بالبصلايه بتاعتنا الناعمه، ده الطبيعي. اللهم صل على النبي. اهو شويه ورق اللورو، حبهان وقرنفل مع بعض، ونحمر البصلة يا عم الشيف بالحبهان والقرنفل، ده الطبيعي. وانا شغال اهو زي اهو مجود انا بقى ايه، عايز طعم الرز ده، اكل شويه الرز دول واستطعمهم كده، واخد معلقه واثنين وثلاثه واربعه بطريقه صحيه، اعمل ايه؟ هو ده الكلام. معايا زعتر بري، لما بلاقيه عند الراجل بتاع الخضار هو بيناديلي، شيف مغازي حبيبي خد دي، وما بياخدش فلوس بصراحه، بيداني. اه ده زعتر بري بحطها هنا. معايا عود روزماري بحطه هنا وبقلب، عشان هشيلهم بعدين، عشان كده حطيتهم سلام. حلو. اه زي ما هما كده يتحمر وقلب. حلو. دول هيستووا في قلب الرز، اخد الفليفر بتاعهم والطعم يعني، وبعدين ارفعهم بالشياكه. حلوه. واستنى على البصلايه كده لما تديني لون، ننزل عليها بشويه بهارات حلوين اهو، من نفس البهارات بتاعتنا بالشكل ده كده عشان ياخد شويه طعم. وعند شوربه بتغلى على النار، الشوربه بتاعت الفرخه فاكرينها، نبص عليها كده، ده اللي مطمني اهي اهي، فيها عظم الفراخ، واعملي زي كده، فيها بصله، فيها تومه، فيها كرفس، بوكيه جرنيه يعني. اه شويه شوربه حلوه. ليه بقى اجيب مكسبات طعم وتبقى الاكله بتاعتي زي جارتي زي عمتي؟ خلي الطعم بتاعك منفرد. ليه؟ انت هنا بتصنعيه بايدك. اه الشوربه دي مهمه جدا على فكره، العود الروزماري والعود الزعتر اللي انا حاطه هنا بيفرق. اه شوربه ريحتها حلوه قوي، البخار طالع جميل جدا، بتعطر الاستوديو. نقلب كده. اه شوية الرز دول هنسيب الفراخ للضيوف وناكل الرز. اه
انزل بالرز بتاعنا البسمتي. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. ينفع رز مصري؟ ينفع، مش هيقول لا. بس هو المعروف الرز بالزعفران معروف ان هو رز بسمتي، اللي هو الرز البخاري، اللي هو رز الكبسه، اللي هو الرز البرياني، اللي هو الرز المندي، لازم رز بسمتي. احنا بنزرعه هنا دلوقتي الحمد لله رب العالمين. شايفين بنقلب ده كله مع بعض. نقلب لغايه لما الرز يشرب التتبيله اللي انا حاططها في البدايه، تتبيله البهارات مع الروزماري مع الزعتر مع البصله مع التومه، واحس ان حبات الرز خلاص اتعرفت على كل حاجه. اطفيها وادلعها بايه يا عم الشيف؟ اطفيها بالشوربه بتاعتي. حلو قوي، زي ما انا شغال كده زي الفل. عند الشوربه بتاعتنا هنا اهيت. اللهم صل على النبي، صلي على الحبيب، قلبك يطيب. الصوره الحلوه بشقاوتها تتحدث عن نفسها. وتسيب الرز ده يا عم الشيف يستوي. حلوه اهو. حلو اهو زي الفل. اقلب الرز كده اهو. انا بقى بخلي الروزماري والزعتر ده بيستوي في قلب الرز، عشان انا قلت لكم هنسيب كل حاجه وناكل شويه الرز. خسرت حاجه؟ ما انت كده كده بتعملوا الرز، تحط رز في ميه مغليه. انا باكل نشا؟ لا، لازم اكل طعم. اسيبه يستوي الرز واغطيه. والمثل الشعبي قال لك اتقل على الرز لما يستوي، وخاصه لو شويه رز حلوين زي دول. تمام، تعالوا نعمل بقى عدل التندوري. عدل التندوري بصله مكرمله هعملها مع حضراتكم كده سريعا. معانا بصل اهوت من خير ارضنا، هنقطعه جوليان يعني شرايح يعني سلايز، دي مصطلحات عشان لما تسمعيها بعض الفيديوهات الاكل تبقى عارفاها. نقطعها مع بعض كده اهو بالشكل ده كده. خلي بالك من ايدك، اوعى السكينه تعور ايدك، لازم مسكه السكينه كده بكلوه ايدك اهوت، ما تمسكيش السكينه كده، كده غلط. اللي بيمسك السكينه كده غلط بتأثر بعد كده على مفصل الصباع ده كده، وبتعلم مكان السكينه ومكان المستحد بتاعها ده كده، لازم تمسكيها بالشكل ده كده. ولما تقطعي بصل لازم تقطعيه بسكينه عريضه مش سكينه رفيعه. بالشكل ده كده. ده مهم جدا على فكره. التقطيعه دي مطلوبه. هاخد البصله دي يا عم الشيف اتبلها، وعندي طاسه بتسخن على النار بحط فيها زيت زيتون، واسيب البصل ده يتحمر كده. بيسموها في دول الخليج الكشنه. خلي الطاسه كده زي الفل، ونقطع مع بعض. شفتي خط سر الحلقه ماشي ازاي؟ فراخ تبلتها ودخلتها الفرن بتستوي، عشان لما تقف في المطبخ تبقى هي الواقفه وخلصنا. الرز بيستوي على النار، عيني عليه. وامسك البصله دي اتبلها كده واحطها في الطاسه، واغطي الطاسه واسيبها تستوي. شويه البصل دول كمان هدلعهم دلوقتي. حلوه زي الفل. كسرولة زي دي كده قدام الكاميرا الحلوه. بناخد البصل بنحطه هنا. الله، البصل بيتكلم مصر في قلب الكسرولة. حلو، تسلم ايدك يا عم الشيف. بحط على البصل ده شويه كزبره خضراء. على فين البصل ده كده؟ هنشوف دلوقتي حالا مع بعض. ناخد الكزبره الخضراء دي كده على البصله. بتكليف المطاعم كده؟ طبعا لا. امال ايه الفرق بقى؟ ان انا اعمل تندوري في البيت وتندوري على طريقه المغازي، هنا الفرق. روزماري ده كده مع البصله وانا شغال، معلقه هريسه حلوه على البصله بالشكل ده كده، شوية زيت زيتون على البصلة، شوية بهارات بتاعتنا التركيبة بتاعت المسالة على البصلة، شوية ملح، أيوة زي ما قلت كده على البصلة، شوية فلفل أسود، أيوة سامعكم على البصلة، ونقلب كل ده. وأنا شغال. ومعايا طاسة شديدة الحرارة، لازم بإيدي.
عشان اللي يقول لك الشيف ما بيقلبش معلقه ليه؟ ركز معايا هنا. علشان افصص البصل من بعضه. بصل الجوانح. شفت الخلطه دي؟ هو ده. وهنزله دلوقتي في زيت زيتون مغمور. زي ما هو كده على النار يا عم الشيف. وادي زيت الزيتون بتاعنا. ولازم ياخد الصدمه الناريه. وياخد من الشوربه اللي بتستوي على النار. ينزل زي ما هو كده. الله. هتسيبي الفراخ وتاكل البصله دي زي ما هو كده على النار. بقلبه. ده الطبيعي. ركزي معايا بقى عشان التركايه الحلوه دي كده. صلي على الحبيب. صلي على الحبيب قلبك يطيب. دي البصلايه اللي هتتحط تحت الفراخ بعد الفراخ ما تستوي. ونقلب كل ده مع بعضه. الله على الريحه الحلوه. ما بقتش بصلايه دي. زي ما انا شغال كده. ياخد الصدمه الناريه التحميره الحلوه دي كده. لازم كزبره خضراء عشان اطلع من ريحه البصل. اللهم صل على النبي. زي ما انا شغال كده لسه ما خلصتش. غطى الحله معايا بايد الشمال. مغرفه ميه شوربه حلوه من الفرخه بايد اليمين. تقريبا هو ده كده. على فين على فين؟ العب. ونغطي الحله ونسيبها شويه لمده تقريبا 10 دقائق. نبص على الرز. ده ما بقاش رز ده. ده رز بقى بيتكلم ايه؟ مصري. نغطي كده ونقلب. الله. نرفع اللي ملوش لازمه ده هنا. ده الزعتر نحطه هنا. الروزماري نحطه هنا. وانا شغال كده. لازم تبقى واقف في المطبخ كده في تناغم بينك وبين الاكله. في حديث يسمعه القلب بينك وبين الاكله. خلونا بقى ايه نغطي الرز بتاعنا ده كده ونأمن عليه زي الفل. والبصل بيستوي على النار والفراخ بتستوي في الفرن. نبص عليها قبل الفاصل. انا بجود بقى. يعني بجود في الشغل بتاعي الطبيعي. بتعملي اكله حلوه بتعملها بمزاج. وزي ما قلت لحضرتك لازم في تناسق وفي تناغم بينك وبين الاكله. الرز بالزعفران ده عايز شويه زبيب. أنا عاشق للزبيب وخاصة لما يكون مع الرز البسمتي وواخد طعم الفراخ. زبيب طبيعي. لما أجي أستخدم زبيب في برياني في مندي في كبسة بحط شوية مية كده عليه. ومية تكون سخنة. وعلى الرز ما يكمل سواه يكون الزبيب ده كده ايه رجع لشكله الطبيعي. لان احنا عارفين ان هو عنب بناتي واحنا دلوقتي في الموسم بتاعه. وده مجفف طبعا ومتخزن واخد ماده حفظ. اشتريتيه من عند العطار جبتيه باكو جاهز ايا كان الشكل ده كده. اخليه على جنب ونفتح الحله بتاعتنا ونشوف الدنيا الاخبار ايه. ايه الحلاوه دي؟ معانا الزعفران ومعانا هنا بوله فيها معلقه زيت صغيره. وبنحط شوية زعفران كده حلوين. ونقلبهم بالشكل ده كده. وننزل بيهم في النص كده. بس خلاص مش لازم نقلبه. هنقلبه دلوقتي مع بعض زي الفل. ناخد الزعفران بتاعنا. سوري الزبيب بتاعنا. حاضر يا غالي. عايز اشوف الفراخ. عايز اشوف الهوبر. ناخد الزبيب كده. نحط على وش الرز. شويه رز معمولين بذمه. معمولين بمزاج عالي. مش رز اصفر وخلاص. لا خالص. الزبيب ده خلاص اتغسل وزي الفل تمام. نقلب الرز كده ونشوف الدنيا عامله ايه. بص كده على اللون ده كده. هو ده. شفت الشقاوه بتاعه المطبخ؟ انت هنا بتعمل ايه؟ تعال. ده عدل شويه التندور اللي انا عاملهم. تعملي بقى صدور فراخ،
تعمليه فراخ سليمه، تلاحظ الرز حبه وحبه ازاي. هيقول لحد دلوقتي ليه ما دوبتش الزعفران في ميه بدل الزيت؟ سؤال في محله. انا دوبت الزعفران في معلتين من الزيت عشان اضمن الرز يفلفل معايا وما يجيش لكل حبه رز، يبقى الرز معايا كده حبه وحبه. نغرف الرز بتاعنا ده كده هنا طبقه فين اهو. نطلع التندوري دلوقتي تحت البصلايه، اللهم صل على النبي. يلا العب رز بالزعفران على طريقه المغازي. عايزك تعمليه كده على فكره، الموضوع ما فيهوش تكلفه ولا حاجه. الرز انت كده كده بتحطيه على النار، بس هي كل القصه ان احنا نفهم الدنيا ماشيه ازاي. شويه رز بيتكلم مصري، هي بقى الاكله جذورها هندي جذورها برازيلي، اللي بيعملها ياخد اللقب بتاعها. شويه الزبيب جايين كده على حرف الطبق، عاملين ايه شياكه. حلو الكلام. زي الفل تمام. اقعد نعناع حلو بالشكل ده كده وخلص الكلام. حلو قوي. ايه اللي بعده؟ نشوف التندوري بتاعنا. طبق لما بيعجبني شكله ببقى عايز اعمله ايه؟ تحفه فنيه، لوحه فنيه. مش بيكاسو بس اللي بيرسم، المغازي كمان بيرسم. فرخه جبناها وزنها كيلو ونص للامانه، شلنا الجلد منها بعد ما قطعناها اربع ارباع عشان يبقى سهل التخلص من الجلد، وعملناها بطريقه صحيه. وعملنا فراخ تندوري بتتبيله المغازي. لازم تعملي التوابل بايدك انت يا ست الكل. حلو البسكويته اللي حيرانه ما بين العصير دي، حلوه انا بحبها قوي على فكره من زمان، وانا احب اغمس البسكويت بالشاي وبالحليب. حلو. وفي الاخر عملنا شويه الرز بالزعفران، شفناه عملناه ازاي، خدمنا عليه كويس، خدنا الشوربه بتاعه الفرخه، خدنا الفليفر بتاع الشوربة، عملنا شوية رز حلوين. علشان ناكل الرز ده ما يبقاش هو رز أصفر وخلاص. وعملنا التندوري بالشكل اللي حضراتكم شفناه، وقدمناه مع الخلطة بتاعته اللي هي البصلة. جبنا البصل قطعناه جوانح أو جوليان، وبعدين نزل في طاسة شديدة الحرارة. الموضوع هنا مختلف، أنا عايز البصل يبقى جوس وفيه طعم، فحمرته واديته التتبيله بتاعته واساس الكزبره الخضراء. هتشوفوا الطعم الكزبره الخضراء في البصل ده بعدين. وخدنا من الميه اللي بتغلي على النار، بلاش ميه هنا بقى، بقت بوكيه جرنيه شوربه لسه حتى بتغلي على النار، احتفظي بيها. ونشرب البصل ده لغايه لما يستوي، لانه مش عايزه محمر، انا مش بعمل كشري او مش بعمل ايه مثلا اكله فيها بصله محمره زي البرياني او المندي. وفي الاخر برص عليه التندوري كده بالشكل الحلو عشان يبقى فيه تناسق مع الليمون الجميل الحلو والعصير الحلو اللي بهديه لطلبه الثانويه العامه اللي ربنا كرمهم ونجحوا ان شاء الله. بهنيكم تاني النهارده. وطبعا اللي ما صادفوش الحظ وما وفقوش الحظ، تاكد ان ده خير لك باذن الله وخير ليكي، هتنجحي السنه الجايه ان شاء الله ونفرح بيكي ونهنيكي. تابعوا الشيف المغازي على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين؟ من ماس بيرو. We'll be right back.